مشاهدينا مرة أخرى إلى القاهرة تحديدا إلى منطقة مدينة نصر لنتابع هذه الصور المباشرة، صور موقع الانفجار الذي استهدف وزير الداخلية المصري قبل قليل. إذن هذه الصور تصلنا من هناك بعد أن انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من موكب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم. وزير الداخلية طبعا كان قد نجا من هذا الانفجار، ولكن كان هناك جرحى بحسب مراسلنا الحصيلة حتى اللحظة هي 20 جريح، بينهم 6 من طاقم الحرس الخاص لوزير الداخلية. هذا الانفجار ناتج عن زرع عبوات ناسفة بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق في شارع مصطفى نحاس بمدينة نصر قرب منزل وزير الداخلية. طبعا هناك أضرار مادية كما نشاهد معكم في الصورة، كان هناك احتراق وتهشم لبعض السيارات، أيضا هناك تهشم كما نرى وأضرار مادية في بعض المباني، هناك انتشار أمني كثيف كما نشاهد. كان هناك بيان لوزارة الداخلية المصرية قبل قليل، حتى اللحظة لم يتم توجيه أصابع الاتهام لأي طرف أو لأي جماعة بانتظار طبعا التحقيقات. أيضا ردود الفعل الرسمية حتى اللحظة يعني تنحصر بإدانة هذا الهجوم. خبراء المتفجرات وقيادات أمنية كبيرة نراهم في مكان الحادث، وأذكر بأنه الحصيلة حتى اللحظة هي 20 جريح بينهم 6 من حراس أو من فريق حراسة وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم.